السلام عليكم، اخباركم ايه يا جماعه؟ وحشيني جدا، معاكم علي من نيويورك. هنعمل مع بعض حاجه هايله. شايفين الشكل عامل ازاي؟ شكل وريحه وطعم وقد ايه سهله جدا جدا، وكل مكوناتها موجوده في البيت. هتعجبك انت والولاد ومش هتستغني عنها ابدا، لدرجه انك ممكن تعتمديها يوميا انك تعمليها عشان الولاد هيطلبوها منك اكيد ان شاء الله. تعالوا نشوف وصفتنا، بس بنقول في البداية زي كل مرة، لو أول مرة بتزوروا القناة وعجبكم الفيديو اضغطوا على كلمة اشتراك، بيظهر بعد كده الجرس بتضغطوا عليه الكل، بين كل وصفاتي توصل لكم إن شاء الله. هسيب لينك قناة التانية، قناة حبيبة جو في أمريكا، قناة حبيبة في أمريكا جوه صندوق الوصف. عايزة تشجيع منكم كتير، عايزة أنزل عليها فيديوهات ووصفات حلوة قوي للبشرة وللشعر. يلا ساعدوني وشجعوني وما تنسوش لايك ووصلوا الفيديو لأعلى نسبة لايك. النهاردة المكونات بتاعتنا سهلة جدا جدا جدا، محتاجة يكون عندي كوبايتين دي أو ممكن تزودي الكمية زي ما انت عايزة. وهسيب المقادير جوه صندوق الوصف. عندي معلقة سمنة، ممكن تستبدليها بزيت أو زبدة، وبيضاية والسكر والبرتقال والخميرة ورشة ملح. هاخد البرتقال عندي أو البرتقال عشان محدش يمسك لي على الوحدة، عفوا مش انتوا طبعا، في بعض الناس. وبعدين هاخد جزء شويه، جزء بسيط، نص معلقه صغيره من قشر البرتقال لانها بتفرق قوي في الطعم. وهعصر بسيط من البرتقال عشان اضيفه للخليط اللي هنشتغل فيه مع بعض. هتبقى ريحه وطعم خطيره تبارك الله. نزلت باللبن، اللبن انا دفيته على البوتاجاز، خليته فوق مرحله اللي هو ان هو سخن، خليته سخن ما غليتوش المره دي. ونزلت بالخميره مع السكر مع اللبن ودوبتهم، وهحطهم لحد ما اضيف باقي المكونات. اللي يعجبك في الوصفه دي انك بتحطي كله مع بعض، يعني ما تلخبطيش نفسك. وعايزه اقول لكم يا جماعه حاجه، المعيار اللي انا بعمل بيه يعني كوبايه نفس كوبايه السكر هي كوبايه الزبده هي كوبايه الدقيق، نفس المعيار ايا كان. عشان لو الكوبايه بتاعتك كبيره تحطي كوبايه لبن كبيره، كوبايه لبن امين كوبايه دقيق كبيره، نفس المعيار. نزلت هنا بعصير البرتقال والبيضه ومعلقه السمنه مع الدقيق، هنزل بالقشر بتاع البرتقال وهوديهم عشان اشتغل عليهم. وانا مشغلة العجان على سرعة بسيطة عشان الدقيق ما يعملش ما يطرش فيك يعني ويبهدل الدنيا. بتنزلي باللبن اللي عملناه مع بعض اللي فيه الخميرة شوية شوية، وبعد كده بعد ما بتنزلي باللبن بتاعك دايما تنزلي، دايما بقول في كل فيديوهاتي اي سايل لبن مية عصاير بتضيفيه على اي دقيق لازم تنزلي شوية شوية لحد ما العجين يلم معاكي وتلاقيه بقى شكله زي ما انتوا شايفينه كده، ما بياخدش وقت خالص. انا عايزة اوريكم العجينة في النهاية بقت عاملة ازاي. شايفين حلوة قوي وسهلة وبسيطة، شايفة حلوة ازاي؟ قوي قوي قوي. اللزقان ده من البرتقال عشان تبقوا عارفين، طبعا عارفين البرتقال سويت يعني طعمه حلو فيه سكر. هدهن وشها بالزيت، وبرده في المكان اللي هحطه فيها هدهنه بالزيت عشان افضل احافظ على انها تفضل بكده، هتفضل طريه وتقدري تشتغلي عليها. وهسيبها شويه حوالي نص ساعه او على حسب درجه الحراره بتاعه الجو، يعني من نص ساعة لساعة الا تلت. وهاخد هنا بقى البرتقال بتاعي عشان اعمل الصوص الجميل قوي اللي هيفرق قوي 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 في الطعم. طبعا اعصري البرتقال باي طريقة تعجبك، يعني ما تبصيش ليا، انا ساعات ببقى كسولة وبعمل كده، ما بستخدمش العصار. هنا نزلت بحوالي نص معلقة او تلت معلقة على حسب الكمية اللي هتشتغلي انت عليها. الليمون، الليمون صور مع البرتقال سويت بيدي طعم حلو قوي في النهايه، حاجه كده مالحه مع حاجه مسكره بتظبط قوي. وهنزل بمعلقتين اللي هو السكر وزيهم عسل، وهوديهم على البوتاجاز ما بياخدوش 3 دقايق. دي كوبايه عصير برتقال، طريقه سهله جدا بس في النهايه بتديكي طعم هايل،
تبارك الله، حقيقي عجباني جدا جدا. دي اول مرحلة في الغليان، شايفين دي المرحلة التانية بكده، انا خلصتها لانها ما بتقعدش اكتر من 3 دقايق. في الوقت ده انا بكون سايبة اللي هو الخليط بتاعي يرتاح شوية، بشتغل عليه. شايفين قد ايه بتعمل استريتش معاكي وحلو قوي. هدهن الورق اللي هحط عليه الاشكال اللي انا هعملها، المخبوزات بتاعتي، عشان ما تلزقش. عشان تاني بفكركم ان انا حاطه فيه برتقال. الحجم اللي انا عملته على فكره كبير، يعني يناسب حد كبير، عشان تبقوا عارفين الواحده بعد ما اتعملت هي كبرت تبارك الله، بقت كبيره، يعني كل واحده ياخد واحده يعني ويبقى مبسوط. بتفرديها، اول ما بتفرديها كده بتفرد، بس انت بتمسكيها من الطرفين وتخبطي فيها كده علشان تفرد معاكي بسرعه. في اقل من ثانيه تلاقي نفسك فردتيها، ودي طريقه سهله قوي قوي، وفي نفس الوقت ما تخليش العجين بتاعك ياخد منك وقت او يتقطع منك. شايفين بتمسكيها كده وتخبطيها برضو وهي هتفرد معاكي بكل سهوله. وهحط واحدة فوق التانية كأني هدفرها بس باتنين بس، وهلف الرول كده كله مع بعض لحد ما تبقى بالطول اللي انتوا شايفينه. هقفل الحرفين من فوق، هضمهم مع بعض وهلمسكهم بإيدي، أضغط عليهم وهلفها على شكل وردة بالشكل ده. وانا بلفها خلي بالي ما لفش جامد عشان اسيب سبيس، يبقى في مسافه ما بين كل لفه والتانيه، عشان لما بتخمر بتزيد الحجم بتاعها بيكبر. واسيب الحرف الاخير من غير ما الزقه فيها عشان ايه تتهوى، تاخد مساحه اكبر ان هي تخمر اكتر وتبقى الحجم بتاعها اكبر، عشان لو قفلتها هتبقى مكتومه. مرحله القفيل دي بستخدمها في الاخر وانا هشتغل عليها. برضو بقفل الحرفين من فوق ونفس الطريقة، واحدة كده وواحدة كده لحد ما لفها كلها أو أضفرها كلها. سهلة جدا جدا، يعني هاتي الولاد وادخلي انت هما مع بعض في المطبخ، هيتبسط قوي. أنا ولادي بيحب قوي يدخلوا يعملوا معايا كده، وساعات بسيب لهم حاجات يستخدموها، مش ساعات، ده أغلب الوقت. لذلك لما فتحت قناة ما كانش عندي حاجة منهم، واخدين كل حاجاتي. بتلفيها بالشكل ده. عفوا يا جماعة، اصل انا بنتي لسه مشغلة الغسالة، ودي ده صوت اللي هو المنشفة. واشتغل على كل الكمية بنفس الطريقة السهلة البسيطة قوي قوي قوي. انا عملت كوبايتين، دي الكوبايتين دول ادوني 6 بحجم الكبير من الحجم اللي انتوا شايفينه. تقدري ده حجمها بعد ما عملناه، لسه لما بتخمر حجم بيزيد، ولما بتستوي كمان الحجم بيكبر اكتر. شايفين شكلها حلو قوي ازاي، تحفة. هنا بقى هقفل الحروف. شايفين الحرف اللي انا سبته وما رضيتش اقفله وما حطيتها عشان تعمل سبيس، دلوقتي لازم اقفلها قبل ما اقليها، عشان لو نزلتها تتقلي هتفك، الرول هيفتح جوه وهتفك، فلازم اضغط عليها الزقها فيها مع بعض عشان تبقى شكل ورده. الزيت لازم يبقى سخن، مش سخن بيغلي، يبقى سخن مظبوط، مش عايزاه مغلي. لو هو مغلي اول ما هتحطيها هتحمر وهتبقى من جوه نيه. عايزه اقول لك درجه الحراره اللي هتسوي عليها، لو مثلا درجه الحراره على البوتاجاز، الشعله بتاعه البوتاجاز 8، خليها على 6، يعني فوق المتوسط، وما بتاخدش اكتر من دقيقه او دقيقه ونص، يعني ايدك فيها، لازم ايدك فيها بالشكل اللي انتوا شايفينه. ولازم الحاجه اللي هتقلي فيها تكون كبيره عشان تديها مساحه تتحرك فيها وتستوي، لاني انا المفروض كنت حطيت عشان اعمل ايه، سبت مساحه اكتر عشان اوريكم، بس في الاخيره انا عملت كده، لانك لازم تاخدي الزيت من فوق لتحت عشان تستوي كلها مع بعض. بس انا ما كنتش مزوده زيت كتير، ما بحبش ازود الزيت الكتير، فانا باخد زيت من تحت احط عليها من فوق وافضل الفها داير ما يدور واقلبها، ما ادهاش فرصه ان هي تتحمر، عشان لو اتحمرت بسرعه وهي هتبقى لسه نيه، لاني ده رول طويل وهي كبيره من جوه. شايفين اخد الزيت من تحت لفوق وافضل اقلب كده بالراحه،
ما بتاخدش وقت خالص بالشكل اللي انتوا شايفينه. انا جبت واحدة لوحديها عشان اوريكم، وانتي حطاها بتاخدي زيت من تحت على فوق بحيث انك تسوي فوق وتحت وتقلبي برضو، والعكس تفضلي تعملي كده عشان تتأكدي ان هي مستوية من بره ومن جوه، مش بس ان هي لون احمرت تبقى استوت، عشان ما تاكليش حاجة معجنة. الطريقة سهلة وبسيطة جدا، اي حد يعملها. ده شكلها، بتطلعيها على ورق مناديل عشان لو فيها اي حاجة تنزل. شكلها حلو قوي، بسيطة قوي، سهلة جدا، تقدري تعمليها في اي وقت. لو انت عندك دقيق مش عايزة لبن ما تحطيش لبن، استخدمي مية، وتقدري كمان تستغني عن البيض عشان الناس اللي بتعاني من حساسية البيض. شكلها حلو قوي 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 وخفيفة جدا. ولعلمكم ما بتشربش الزيت، ما بتاخدش زيت خالص، يعني زيت زي ما شفتوا في الوحدة الأخيرة، زي ما حطيته زي ما شلت منه. هنا بقى كله زي بعضه، الأولى زي الأخيرة، هشة جدا، قطنية، مش عارفة بتقولوها ازاي. ده الصوص اللي هو البرتقاني اللي عملناه مع بعض، هاخد بالفرشة وأدهن الوش بالشكل اللي انتوا شايفينه، هيدي لمعة حلوة قوي وطعم كمان حلو قوي، ريحة وطعم البرتقال، القشر بتاع البرتقال اللي من جواها ده مجرم، عامل طعم حلو قوي مع عصرة الليمونة اللي حطيناها برضو، مدية طعم حلو قوي. ممكن تدهني وش كل المخبوزات بتاعتنا، او تسيبي الصوص اللي احنا عملناه وتاكليه كده، بيتقطعي وتحطي جوه تاكليه جميل قوي قوي قوي. شايفين قلبه هش جدا جدا، كوتني حقيقي، تبارك الله تبارك الله، انا مبسوطة جدا بيه وولادي حبوه، هيعجبكم قوي. جربوا الطريقة، بسيطة وغير مكلفة، ومكوناتها ان شاء الله هتبقى موجودة عندك، ما تكسليش لانها فعلا ما بتاخدش وقت وما كلفتنيش حاجة خالص، وكمان ضفت لها البرتقال والليمون. فرصة للولاد اللي ما بيحبوش لا البرتقال ولا الليمون ياخدوه في المخبوزات الحلوة قوي دي. انجوي يا جماعة، كان معاكم معلم من نيويورك. لو أول مرة بتزوروا القناة وعجبكم الفيديو، اضغطوا على كلمة اشتراك، بيظهر بعد كده الجرس، بتضغطوا عليه الكل بأن كل وصفاتي توصل لكم. وصلوا الفيديو لأعلى نسبة لايك، وهسيب لينك قناتي التانية، قناة حبيبة في أمريكا، جوه صندوق الوصف، شجعوني عليها يا جماعة. بستنى دعواتكم الحلوة والكومنتات الجميلة. شكرا لكم كلكم، بحبكم في الله.